هذه الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لعش التشغيل والكفاءات اللي في جدول الأعمال ديالها القرار ديالها الدورة باعتبارها الدورة الثانية في جدول الأعمال ديالها المصادقة على الميزانية السنوية والبرنامج السنوي للوكالة خلال السنة المقبلة بحضور القطاعات المعنية على كل حال اللي هم أعضاء في المجلس الإداري بعد انعقاد لجنة الدراسات اللي هي لجنة تقنية تهيئ الأشغال ديال المجلس الإداري وبعد ما تم الإعداد المادي والأدبي لهذه الدورة. صحيح أننا قمنا بتأخيرها نسبيا على الموعد القرار ديالها قمنا بتأخيرها إلى حين أن تتضح بشكل أكبر المعالم ديال الصورة ديال سوق الشغل في بلادنا عموما لأننا كنتعامل مع سوق الشغل اللي هو سوق متحرك خصوصا في هذه المرحلة ديال الأزمة والتأثير ديال الأزمة الاقتصادية اللي كاينة نتيجة الأزمة الوبائية ديال كوفيد اللي كاينة على سوق على سوق على سوق سوق الشغل. وبالتالي اليوم غنشتغلوا من اجل ايجاد برامج من اجل وضع برامج وواحد العدد ديال البرامج على كل حال منها ما هو جديد ومنها ما هو تطوير البرامج التي كنا نشتغل عليها من اجل التعامل بكيفيه ملائمه مع سوق الشغل بالكيفيه اللي غتخفف الضغط على 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 المغاربه اللي معنيين بسوق الشغل. هذا من جهه ومن جهه اخرى لابد اننا نشير الى ان الوضعيه في بلادنا اليوم الحمد لله الارقام المعلنه سواء من طرف لاسيبي المندوبيه الساميه للتخطيط اساسا اعلنت عن الارقام سواء المتعلقه بالبطاله او المتعلقه بالنسبه النشاط وغير على كل حال بالمقارنه هي ارقام صحيح غتقول لي مرتفعه 11.9 مرتفعه ولكن انا كنقارنها مع التوقعات اللي كانت خصوصا لا ديال الحكومه ولا ديال المندوبيه الساميه للتخطيط التوقعات ديالها اللي كانت في وسط الازمه شهر 6 شهر 5 كانت توقع فعلا ان البطاله يمكن تصل الى 14 بل اكثر من ذلك. لارسي بيكس قالوا توقع ديالهم انذاك انهم كيتوقعوا ان البطاله في نهايه السنه كان غتوصل الى 14.8 ولكن الحمد لله 11.9 هذا انجاز كبير تم تحقيقه بفضل الاجراءات اللي دارتها بلادنا خلال المرحله ديال الجائحه للدعم ديال المقاولات للدعم ديال الاجره. هذه الاجراءات كلها كانت عندها تبعات ونتائج ايجابيه الحمد لله هي اللي ادت الى اننا نحققوا هذا الرقم.